السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بروم اي اي اتكلمنا عنه اكتر من مرة لان هو موقع جميل ومثل ان هو متخصص في مجال العمارة، يعني هو واخد فكرة التحويل مثلا السكتش الريندر وفكرة ان انت تكتب برومت يحوله لك لصورة، لكن هو مدرب الذكاء الصناعي عنده على كمية صور كتيرة خاصة بمجال العمارة، فلذلك بيطلع نتيجة ممتازة متخصص في القصة دي. في شوية تولز جميلة جدا زي فكرة لو أنا عندي سكتش أقدر أقول له اعمل لي ريندر عليه أهوت، وفي فكرة AI image generate يعني هديله برومت هو يبدأ يحوله لي لصورة. طيب في قصة generative fusion هنبدأ نشوفها مع بعض، تديله صورتين هو يبدأ يعمل لك صورة دمجة بين الصورتين، دي برضو من الحاجات الجميلة جدا. ده الهيستوري مثلا كنت طلبت منه بعض الحاجات فيبدأ ان هو يوري لك الهيستوري اكسبلور، هنا بتديله سكتش ويبدأ يحوله لك لصور. طبعا ممكن تعمل اي حاجة لكن هو البرنامج اكتر في مجال العمارة، او يعني الميزة اللي فيه في مجال العمارة دي مثلا حاجات انتريور سكتش هوت، ممكن تاخد مثلا مودرن هاوس بالشكل دوت، فلور بلان، فهتلاقي حاجات كتير جدا خاصة بمجال العمارة. ممكن تقول له مثلا انا عايز اشوف AI image generation، تبدأ تديله تكست تبدأ ان هو يحولها لك يطلع لك منها صور كويسة جدا. مثلا مودرن فيلا مثل ميك ستايل، ونبدأ نشوف هيعمل لي ازاي. وهاجي هنا اقول له جنريت، ممكن هنا تحدد الستايل اللي انت عايزه. تمام، ممكن تقول له انا عايز حاجة ارت مثلا، وهكذا تبدأ تختار الستايل اللي انت عايزه. طيب خلينا نشوف الصور اللي بدأ يعملها. بدأ يعمل لي كذا نموذج للفيلا بالشكل دوت. طيب كرييتيف فيوجن بيعمل ايه؟ بتديله صورتين وهو يبدا يدمجهم في صوره واحده، يعني تديله مثلا صوره معموله رندر حلو وصوره تانية رندر قليل، وهو يبدا ياخد الرندر منها ويبدا يحطها. طيب عندنا فكره بقى جميله جدا معموله جديد اللي هي ايمج تو فيديو، يعني بديله صوره بختار صوره من الصور اللي عندي وهو يبدا يدخل عليها فيديو، يبدا يحولها لفيديو من خلال ان هو مثلا ممكن يعمل عليها حركه زوم حاجه زي كده. تمام، يعني مثلا صورة زي ديت. تمام الموشن هنخليها هاي واقول له جنريت. طبعا ده مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي متصورين من ناحية قلعة محمد علي. الهيستوري بتقعد 30 يوم، فالحاجات اللي عملتها اتلغت، فبيبدأ يعمل لنا الفيديو. تعال نبص كده، أو بص وعمل لك حركة كده انتقالية لمدة 4 ثواني. تمام، وطبعا حط اللوجو بتاعه لأن احنا نسخة فري. طبعا لو نسخة بفلوس بيديك شوية أكشن ويطول لك المدة ويظبطها لك. في تكست تو فيديو، تبدأ تديله تكست ويبدأ إن هو يعمل لك فيديو، ممكن مثلا زي حاجة زي كده. هو بيعمل صورة وبعد ما بيعمل صورة بيبدأ يعمل حركة بالشكل دوت. تمام أهو عمل لنا المبنى بالشكل ده أهو، وبدأ يحرك مثلا في السحاب. طبعا دي ذكي ان هو مثبت حاجات معينه مش هينفع انها تتحرك، لكن هو حرك السحاب، ممكن مثلا يحرك لنا الباب، بيبدا يدرس ايه الحاجه اللي ممكن انها تتحرك. تمام، طيب ممكن نقول له طب احنا عايزين مثلا نشوف حاجه تانية اهي. طيب فده من خلال تديله تكست هو يبدا ان هو يعمل لك الفيديو. ممكن اجي هنا واقول له جنريت فيبدا يعمل لي فيديو من التكست اللي انا كاتبه له فوق. بالاضافه لكده الموقع فيه شويه خدمات كويسه جدا زي الريلايت، لو في صوره فيها اللايت مش مظبوط فبدل ما تعمل لها رندر تاني ممكن تيجي هنا وتظبط الاضاءه. في اوت بينتنج لو انت عندك صوره معينه وعايز تكبر عدسه وتشوف ايه اللي حوالين الصوره دي، يعني مثلا الصوره دي مثلا هيبدا يجيب لك الحاجات اللي حواليها يتخيلها. طبعا في فوتو تو سكتش، عندك صوره معينه تحولها لسكتش. فهو في شوية خدمات قوية وكل مرة بنلاقي خدمة أضيفت حديثة.
فعمل لنا اهوت معمول حلو على فكرة، يعني اللفة بتاعت يعني المبنى ثابت وبيلف بكاميرا، تحس انها كاميرا حقيقية مش صورة وبيحركها، لا دي مظبوطة جامد، عجباني اوي. ففي شوية افكار حلوة ممكن تستخدم بيها الموقع دوت. طيب لو جيت على اي صورة او اي فيديو وجيت وقفت على التلات نقط دول، هيقول لك ان ممكن تعمل سكتش ريندر ليها او فوتو سكتش كريتيف فيوجن. في خدمات كتيرة ممكن تعملها، زي مثلا اريز اند ريبليس، ممكن جزء معين مش عاجبك تمسحه او تعمل له استبدال. ففي شوية استخدام لخوارزميات الذكاء الصناعي بشكل كويس جدا. طبعا هنا تقدر تعمل داونلود لو انت حابب. طيب في ناس بتسأل عن السعر، الفري بيديك 200 ريلاكس جنريشن، ممكن تكون الصورة بتاخد نقطتين او ثلاثة حسب الحاجة اللي انت عايزها. تمام، بتاخد وقت على ما تعمل جنريشن، اللي هو بفلوس بيبقى مفتوح بيبقى اسرع، وبتبقى $20 في الشهر. فلو انت فعلا هتستخدمه في شغلك ما فيش مشكلة ان انت تستثمر $20 في الشهر لو انت فعلا هتستفاد من ده. هنا السوليوشن بيقولك بقى احنا ممكن تركز على الانتيريور ديزاين. تمام، يعني انت خلاص انت كل شغلك هيبقى معماري مثلا، اوكي، او ممكن انت راجل بتاع جيمر فيبدأ يركزك على موضوع الجيمر. ففي تخصيص للشغل بتاعك وبيديك اداء اعلى طبعا وحاجة متخصصة. ممكن تيجي هنا برضو على برومت اكاديمي، تلاقي بعض الدروس التعليمية على اساس تطلع افضل شغل ممكن.